ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. جدا باستقبال واحد من أهم الأصوات، أصوات كما الجمهور متاعه يسميها أصوات الحق، يتكلم ويحكي وخلص وزيل يتكلم. اليوم نتصور أنه باش نحكيه في برشا مواضيع، باش نحكيه في الإنسان اللي فيه، باش نحكيه كيف على الراب في تونس، كيفاش كان، كيفاش ولا. فريد مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين في الكرهة، في الديار، في الخدمة. جيت من ألمانيا؟ جيت من ألمانيا أخوي. ما عندكش برشا؟ لا ما عنديش برشا، عندي توا 5 أيام. الوالدة هي اللي تجيبك لتونس؟ ما فما حتى سبب آخر. شي علاقتك بتونس؟ الوالدة، العائلة. العائلة؟ العائلة. يعني لو العائلة تغير من مقر سكنها تونس ما عادش عندها؟ ما عادش نجيها معنا. علاش ما تحبش البلاد؟ ليه مش ما نحبش البلاد؟ لا لا، شوف، ما عنديش مشكلة مع العالم، ما عنديش مشكلة مع الرقعة الجغرافية، عندي مشكلة مع النظام ومع العقلية، مع الحش يعني لا إنسانية. النظام هو اختيار شعب. صارت انتخابات، الناس اختارت، الناس هذمك. لا نجم انت تقول لك اختيار شعب، هو غاروا على الشعب، ما اختارش الشعب. لكن الشعب هو اللي مشى لصندوق الاقتراع وحط واختار 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 اختار، لكن ينجم يكون زادة غلط في اختيار، وخطر زادة اللي راو فيها مذومة ناس يعني ما غير تجربة. ما تراش في بلاد دخلوها في حيط، في منارة، في ضوء هكا صغير تنجم تتبعه، في شخص فيه الهون. موجودين، مش باش يعني باش نقطع منها الأمل 100%، موجودين، لكن هذه نسبة الشر في تونس أعلى بيسر من نسبة الخير. يمكن على خطرنا في مرحلة انتقالية. تحب تونس؟ تونس بتبيع. النشيد الرسمي تعرفه؟ عارفه بتبيع. حافظه؟ شو يقول؟ عبيت في تركينا رحمها قطع بالسكينة، زيد الحكم مجينة دي الزهيني دي الفين. ما هوش هذاك النشيد الرسمي؟ هذاك النشيد الوطني الحالي انت عدوني. النشيد الوطني حماية الحماية. لا هذاك هلمو هلمو لمجد الزمن. لا هذاك كي ترجع تونس اللي احنا نحبوه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا توا حاليا في الوقت الحالي في المشهد اللي الرافية هنا وصلوا يعني يعرف في الناس في الشارع. لا. حتى في أمريكا عروا الناس. الوطن الناس. شوف، الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء. أي مراو لديراباج موجودين في العالم أجمع. أي موجودين أمريكا في العالم. عمناو قامت وقعدت على تقريبا نفس الحادثة اللي صارت في أمريكا، والفنانين والعالم الكل قاموا قعد. أي لكن أنت شوف في أمريكا كتصير حاجة هكا، شنو يصير في أمريكا؟ قوانين تتبدل، ناس تتكسر، ناس تتجدد، فهمتني؟ في تونس راه ما يتبدل شيء. وفي نهارين ينسوها الحكاية ذي والناس. هذه غلطة الشعب اللي ينسى في نهارين. غلطة الشعب ينسى. شعب تاخذ الحماسة وقت اللي نفحاوي. اليوم صحيح. عندك طفل معناتها صغير 15 سنة يتمرمد بشكل لا إنساني معناتها في الشارع، وناس كل فيسبوك يسخن ويتكلم صحيح. ومن بعد الناس كل ترجع طبيعية، الناس كل تنسى طبيعية. لا عندك قوانين، لا عندك صحيح. وهذه تتحملوا انتم زاد جزء فيه. الناس كل تتحمل المسؤولية، والمسؤول الأول هو الشعب. الشعب ما يزموش يسكت على حاجتك، خطر الحاجة هذه باش تصير مرة أخرى ومرة أخرى، والحاجة هذه ما تتسمع حتى شيء، خطر لي جاي أفضع من هك. تبع في سيدي حسين القادسي؟ تبع. ستيلوك كتب حاجات؟ والله نكتب، أنا ديما نكتب، فهمتني؟ أما على الحالة هذه بالذات ما كتبتش، خطر أنا ما نكتبش على الأحداث، أنا نكتب على يعني الجو العام. أنا مش واحد صارت له حاجة اليوم مش نطلع عليه غنية غدوة، فهمتني؟ هذاك أما اللي صار ماهوش شوية، هذاك العباد اللي تحب تعمل البيز تخمم في الموسيقى فلوس. أما أنا ما نخممش فيها فلوس، خمم فيها أنا كي تكثر المشاكل نجمعها الكل، كيما غنية احترام شنو هو، كيما غنية عباد في تركينا، كيما قعدنا رهينا في تركينا، يعني نجمعهم الكل ونحطهم في غنية. نلخص لك وضع تونس في 4 دقائق. غايب على الإعلام ولا غالب موقف ولا؟ والله شوف، شوي بخل منهم وشوي بخل مني. والأكثر منهم تحب أنت تظهر؟ والله شوف، هما كي عايتولي فهمتني، أنا ما نقولش لا، ما عنديش علاش باش نقول لا. هو هذاك خدمته الإعلام، أنه يفركس على
على الناس اللي عندها أصوات، الناس اللي تنجم تعطي رسالة. يعني مش فريد بارك، أنا نحكي على كتاب، نحكي على ممثلين، نحكي على رسامين، نحكي على يفركسوا عليهم يجيبوهم مش هما يعني يفركسوا على الإعلام. الإعلام اليوم خدم الموسيقى ولا ضر الموسيقى؟ خدم البوز مش الموسيقى، خدم البوز، خدم كما يقولوا احنا صور حطهم للناس، لكن موسيقيا رسالة ما فما حد شيء. خدم وجوه يعني مشاهير كما كيفاش نقولوا احنا نجوم. اليوم فما نجوم راب ولا ليه؟ لا نجوم راب ليه، ما فماش نجوم راب، فما نجوم فنانين كهو ناس معروفة. راب قاعدوا فيه كعبتين ثلاثة كهو، ما نحبش نسمي، ما يعني اللي يخدم ربي عينه بتبيعة. نعزيك في الراب ولا ليه؟ عزيني خوي. تقبل العزية؟ نقبل العزية، ديجا خرجتها في غنية أنا. غنية عزلة الأخرانية اللي ما فهمش المساج هذيك، علاش أنا يعني كتبت غنية هذيك عزلة يعني تلمون. شوف في حاجات يعني يعني ما نجمش حتى واحد يعبر عليها بالستيلو، وليت يعني اخترت العزلة اللي أنا نجبد روحي مرة واحدة ما عادش نكلم حد، ما عادش نحكي مع حد، خاطر ما يفهمني حد. نتكلموا بوضوح. نتكلم خويا، نتكلموا بوضوح. نتكلموا خويا، نتكلموا. اليوم برشا ناس يقولوا عليهم قاعدين يعملوا في راب، لكن هما ما همش يعملوا في راب. يمكن نعم. بداوا يعملوا في راب بعد بدلوا. فما برشا أنواع في الموسيقى، برشا أنواع، فما الراب، فما التراب، فما الرامبي، فما البوب، فما الافرو تراب، الريغيتون، ماهوش الكل راب. دونك الراب الصحيح، الراب اللي نعرفوه الكل اللي هو خاضع القواعد معينه شكلا ومضمونا، ما عادش موجود برشا، شبه اختفى. مهدد بالانقراض، مهدد بالانقراض، مهدد، خاطر توا ولا كيستيون فلوس، كيستيون معناتها انت واحد من الديناصورات الباقيه. يعطيك الصحه. الديناصور لما يبقى وحده يغزر يقول انا فاش قاعد نعمل. صحيح صحيح، هو ولات الناس تلوم عليا، فاش تعمل انت؟ شو تحارب على قضيه انت خاسرها 100%؟ فاش قاعد تحكي؟ تحارب على الوضع، على الناس، على الظلم، فاش قاعد تحكي؟ غيرك انت هاو يعمل في فلوس وحفلات يعني انا ولا يوصلني الاحساس اللي انا نعمل في حاجه غلطه. يعني الانسان في تونس اللي يعيش بضمير يعمل في الغلط. وانت جاي تشوف افيش فيها تصوير فنان بين ذا فراين يعمل في راب، ماهوش كل رابرات تي يي مع احترامي للناس كل بين ذا فراين يتسمى عند الناس رابر، هي ذاك لغالب تلقاه هنا حمامات وغدوه قمرت وبعد غدوه وانت ماشي قلبك يوجعك ولا ليه؟ ليه والله ليه، عمري ما نبغض حد، ليه بالعكس، هو يخدم على روحه. شوف الناس اللي تغني الكل يعني بالراب ولا بغيره، فهمتني؟ انا نتصورهم يعني 99% كلهم من حوم شعبيه، يعني بيهيك يختاروا الفن باش يعيشوا منه ويعملوا منه فلوس، فهمتني، ويخرجوا من الوضع اللي هو فيه، فهمتني. هذه حاجه بيه يعني، لا سرق ولا خطف ولا استخدم على روحها، تسهر تكتب، تسهر تكومبوزي في موسيقى، جهد أما. فهمتني، جهد. لكن المساج هو يعني الناس يلزمها تفرق ما بين يعني ايش معناها انسان ثوري وايش معناها انسان راهو جاي يعمل في بيز، يعمل في فلوس. فهمتني؟ يعني ما تحطش هذا مع هذا، ما تحطش طماطم مع هندي. معاك انت قداش تحط من رابور؟ هي نجم يقول لك فما 3-4-5 يعني يعملوا في راب صحيح، فهمتني؟ بالحسن امباير نحطه معاك ولا ليه؟ والله يسامحني هذي وخير، اني ما نحبش نسمي، ميسالش تو نسمي انا، اما انت تو نشوف مثلا شو هذاك انا يعجبني على الاخر، خاطر هذاك رابور بالحق انا يعجبني، ما بو عمري ما حكيت معاه، عمري ما توصلت معاه، ما نعرفش يعرفني ما يعرفنيش، الله اعلم، اكيد يعرفك، الله اعلم، اكيد الله اعلم، الله اعلم. انا شوف ما فماش، انا مانيش ماك الناس اللي نظن روحي كوني انا معروف، لا لا لا، انا نتعرف وقت الموت، وقت الموت سي فريد بعد عمر طويل، اي نولي مشهور كي نذاك نموت. لا لطف عليك. الرادي نحطه معاك ولا ليه؟ رادي زاد، اي رادي 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 رابور، رادي ما بدلش ستيل به. انت تو دخلتي في اسامي، اي يعني نحب اي ما هو ما نحبش يعني ما نحبش نجبد اسامي خاطر نجم نجرح عباد اخرى، فهمتني؟ ما ليه ما يعني فماش باش تجرح، اذا باش تعطي موقف والانسان يحب يتجرح من موقف شمنا فيه. شوف فما ناس تخدم على رواحها، ناس تتعب كما قلت لك تكتب. انا اليوم نحكي، انا اليوم نحكي معاك على ايمان بقضيه. اليوم الراب هو صحيح بيت معين،
هو صحيح جملة لحنية معينة، أما هو رسالة وقضية الهدف منها هي تغيير الشعوب نحو الأحسن. يعطيك الصحة. بقاو كعبدين تلافة اللي عندهم الفكرة هذيك، البقية يعني مسألة فيو في اليوتيوب، مسألة فلوس، قديش عملت قديش. فهمتني؟ نرجع الراديو. راديو أوكي، راديو رابور مصحاح. هل مسموح لنزيد معاهم بسيكو أم؟ أكيد مش مسموح مبارك. بسيكو أم زيدا من الناس اللي ما بدلش في حتى شيء. يعني من اللي نعرف وانا بسيكو أم، وديجا تقابلنا مرة وحكينا، يعني أبار اللي هو إنسان طيارة يعني في مخه وفي أخلاقه، يعني ما باعش القضية، ما باعش حتى رغم أنه بعض الأحزاب حبوا يستقطبوه في فترة من الفترات. ليه؟ لكن هو ما هوش مكن نوع ذيك. أنا غالب شوف يعني هو ما نعرفش أنا ينجم يعني حزب من الأحزاب يعيط له وهو يمشي على نيته عادي، فهمتني؟ لكن أنا متأكد وكونه هو كفيق يعني بالنوايا متاعهم مش بش يبقى، مش من نوع اللي سيكويا، مش من نوع اللي يبقى، من نوع اللي يعني حاجة ما تعجبوش راه يقول لك ما تعجبنيش. نسيت اسم من الأسامي هذوما ولا ليه؟ قلت لك ما نحبش نسمي. أنا قاعد نسمي. ما نحبش نسمي. كلاين حطوا. كلاين ذيك أخوي الصغير ذيك. أي كلاين. شفت حتى كي نسمي لك قاعد نسمي لك في الناس اللي صحيح هذاك علاش انا قلت لك راني ما نحبش نسمي. بقينا في العصر الجليدي الاول مع الديناصورات. زاد كلاي عرفت شنو هو يعني من جيل جديد لكنه مازال متمسك بالقضية، ان شاء الله يبقى ديما هكاك ويعجبني كلاي حتى في اخلاقه معايا. نحكي لك مع الناس هذيك حاجه اخرى، خاطر كيما يقولوا احنا انا نجم نكون باهي معاك لكن مع عبد الاخر مانيش باهي، خاطر صديقه كيفاش يعامل فيا الانسان الاخر. هذوما عندهم فاتوره يخلصوا فيها وباش يبقوا يخلصوا. انت فاتورتك مازلت تخلص فيها ولا خلصت؟ ليه انا خلصتها يعني في برشا اشكال. كيما قلت لك مات بابا ما نجمتش نحضر في دفينته، مات خويا كيف صارت لي برشا مشاكل في تونس، جاتني تهديدات برشا حكايات. خلصت توا ما عندي ما نخلص على خاطرني كيما نقول احنا ما عندي ما نخسر. ما عندك ما تخسر، لكن انت وضعيتك احلى لانك مش كيما واحد سقي في النار كيما واحد سقي في الماء. انت اول حاجه ما نعرفش خديت الناسيوناليتي ولا ليه؟ الحمد لله خديتها. معناتها انت اليوم مواطن اوروبي الحمد لله. بباسبور الماني؟ باسبور اسبانيولي. اسبانيولي؟ الحمد لله. وانت زاد ما عندك خدمتك؟ عندي خدمتي. مكش عايش تحت رحمة يوتيوب؟ لا ولا حفلات؟ حر. لا. انت امورك هنا. انا حتى حفلات هنا من ما لا عيتولي ولا نتصور روحي انا نمشي الحفلات، فهمتني؟ خاطر اصلا موزيكتي ماهيش نتاع رقص، ماهيش نتاع مكلوب، ماهيش نتاع انا باش نغني في ديسكو عبيت تشتح منه وتشرب منه. انا انسان نغني على برشا هم كيما هما يقولوا لي، يعني شبيك ديما تغني في الهم؟ انت عايش في الهم وانت مش غني على هم. مو فما الهم وفما السعاده زاد. ايه عندهم شكون يغني لهم على السعاده؟ مش انا. ما فيك الجانب سعيد؟ معناتها بتحبش توري كراه بك بنات تصوير المزيانه تلبس الالوان؟ ليه انا عندي الامكانيات في المانيا باش نعمل حاجات اكثر من هكا، اكثر من اللي هما ينجموا يعملوها في تونس. عندي كل شيء، انا نبيع ونشري في الكرهب في المانيا، من البي ام للمرسيدس نجم نكري فراري ب 250 يورو ونهبطها في فراري، نجم نجيب 10 بنات انا بحذايا لابسين من غير هدوء. مش اصلا ما يوتينيش. انا ود جبل احمر وتحفرت بحوش، ماشي هذيك عايشتي. اليوم نشوف انه برشا فنانين يا خويا ربي عينا امورهم حتى ما يوتيهمش عملوه وتعودنا عليهم بالشكل هذا. يخدموا على الصوره ما يخدم. شوف فما الفن زاد يخدم على الصوره. اليوم امريكا ما تنفيش انه دريك ولا جوتشي مين ولا ما نعرفش انا فيوتشر ولا ميغوس ولا هم اسوا الحاجه كما هكا. هذه غلطه من غلطات كوننا نقارنوا رواحنا بامريكا. ما نقارنوا رواحنا بصوماليا بكمبوديا عليه حرام فينا؟ ليه حرام فينا؟ حرام فينا حتى مش نحلموا. شوف فيها نحلموا اما نحلموا على كيف رغم اللي الصومال ولد خير منها. ما شوف كي نحكوا على امريكا نحكوا على كوكب اخر، على بوليتيك اخرى، على نوع اخر في نتاع موزيكا. انت مثلا موسيقى في أمريكا هربة 50 سنة ذو
50 سنه ذو على علينا احنا، احنا مازلنا احنا تو الشيء اللي نعمله فيه نتاع اللي عملته امريكا عام 75 و80ات. لا نحكي لك حتى شوي. في التصوير يعني في التصوير انت يعني تطورت تطورت الماكينات وتطورت الالات ورخصت ماشيين 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 اوكي معناتها ظلم برشا تقول لي 75 معناتها حزر 75 التصوير كانت عم هكا فما 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 برشا حاجات به. جيلك مازلت معاهم على علاقه ولا ليه؟ يعني من تراج موسيقي ولا من تراج من تراج الموسيقي ليسر بديت معاهم والله اللي مازالوا موجودين نهبط نقابلهم نقهوج معاهم نحكي وش فما فيهم مش كون واصل فيهم مش كون بطل. الوحيد اللي مازال هو بلتي من جيلي انا نحكي لك يعني واللي كنت يعني بكونتاكت مع بعضنا فهمت مازلتوا في كونتاكت مع بعض؟ لا عندنا مده ما حكيناش ما يعني تكيتواتي يعني انا وبلتي نسلموا على بعضنا بالبوس ونتعشى ونخرج يعني امام هو عنده ظروف وانا عندي ظروفي يعني. هل اليوم بلتي يعتبر الرابور الاول في تونس الاذكى والافضل والاكثر نجاعه؟ الاذكى والافضل هذا مش ما تنجمش توصفه هكا. مالا شنو وصف؟ نجاعة الافيكاسيتي انسان يوصل يعمل قريب المليار مشاهدة في الغناية سنحكيو على الاذكى والنجاعة ولا ما نعرفش هذه النجاعة انت تحب تسميها كيك الاذكى انت عبارة جيت ما نعرفش كي تحط انت غناية و تعمل لك مليار فيو مش معناها انت اذكى. ماهوش مطمح عند اي انسان يعمل في حاجة كوميرسيال انه يوصل حاجة بيه. انا شوف انا نفرح له انه هو يعمل مليار وزوز مليارات لكن مش باش توصفه هو اذكى يعني عباره انا انسان بي. يعني انا ما وصلتش عملت مليار يعني انا بي. لحظه 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 وجاوبني بكل صراحه بصراحه حاشاك فما من الناس اللي قرب منك يقول لك يا اخي علاش ما عملتش فيات انت ظاهر فيك ماكش ذكي اصلا اخواتي دونك انا هاني نكلم فيك باخوك اي لكنه هذا شوف ساعات كيفاش نقول لك احنا الغلط يبقى ديما غلط يعني الغلط يبقى ديما غلط كي تجيني انت تقولي مثلا علاش ما تعملش كفلان وكفلان هذاك يخدم على الفلوس انا ما نخدمش على الفلوس. كي بديت الموسيقى ما نعملش على الفلوس مش معناها انا غلط وهو صحيح ولا هو صحيح ولا انا غلط نو هو اختار اثنيه وانا اختار اثنيه اثنيتي انا ما تجيبش الفلوس ما تجيبش الفو سبحان الله لكن مش معناها انا اقل منه ذكاء ولا هو اكثر مني ذكاء لا مش هذاك ذكاء تجاري احكيوا على ذكاء تجاري اوكي يعني احنا كي نقولوا كلمه جاهل هي كلمة جاهل ما هيش سبة كي تقول الإنسان جاهل يعني جاهل في الحاجة الفلانية في الطب جاهل في الميكانيك جاهل أو الذكاء نحكي على ذكاء فما ناس تبدأ تكتك أيه؟ كيفاش نوصل أنا نعمل العشرة ملايين متاعي في جمعة يلزمني هكا وهكا 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 وتنجم تنجح وتنجم ما تنجح وتنجم تنجح وتنجم ما تنجح شيء هذا اللي أنت رافضه ومكش حابب تدخل السقف هذا تحت من ما نعرفش ممكن خاطر انا علاقتك بالارقام كيما علاقتك بتونس بالضبط. بالضبط خاطر بصراحه يعني شوف انا كيما قلت لك انا نعمل في موزيكا ديما نحكي على الاوضاع معينه فهمتني يعني تجيب في تجيب ما تجيبش مثلا كيما اغنيه قسويت هاي عملت 41 مليون قسويت بنينه اما بالنسبه لي انا حاجه عادي تعمل وهي اغنيه قسويت ماهيش المفضله عندي يعني انا علاش هي المفضله عندي عندك انت. اذا هي ماهيش المفضله عندك علاش هي المفضله عندي نحكي لك انا اللي كتبتها وانا اللي لحنتها وانا اللي غنيتها ماهيش هي الغنيه المفضله عندي كرساله نحكي لك فهمت لكن هيك هي عملت 41 والاخرين يعني مستمتع بال41 نتاعها ولا ليه والله عادي هذه خويا والله عادي لا مستمتع والله ما بين عبيد في تركينه الاقرب لقلبك قسوات ولا عبيد في تركينه عبيد في تركينه بطبيعة به اما شكون يعقد نجاحها أكثر أو عقدك نجاحها أكثر قسوات ولا عبيد في تركينة عقدني أي والله تنجم تقول أي عبيد في تركينة. أما قسوات فسخت عبيد في تركينة لا ما فسختش ديجا شوف كل ما تصير حاجة في تونس وهذه الحاجة الخايبة اللي أنا ما تعجبنيش كل ما تصير حاجة في تونس كما الكارثة اللي صارت هذي في سيدي حسين فهمتني شوف العباد تبارتاجي في غنية عبيد في تركينة عبيد في تركينة عبيد في تركينة ما تتفكروها الغنية ذيك وتتفكروا فريد كان كي تسير لكم حاجة هكا ما بتبيع ملوي ما تتصور انت انسان معناتها سامدي سوار واحدة صاحبته في بواتا مش حطوا عبيد في تركينة خاطر شفت انت الحالة ذيك هذيك النقطة متاع الهرم اي هذيك وليت عبيد في تركينة غنية مناسبتية
مناسبتيه كما غنيات كما النشيد الرسمي كي نخرجوا ماك الوضع هذاك كي النشيد الرسمي فماش واحد يبدا قاعد في سهريه معناتها يحط له النشيد الرسمي لا. مناسبتيه عندك وقت حق. اللي عندك عيد وطني كي تصير كارثه يعطيك الصحه فوالا كي تصير كارثه كي تصير كارثه فريد نتاع الكوارث به قسوات نحات عقده الارقام ليه والله عادي شوف شوف يا هدي هي غنية عبيد في تركينا كان جات يعني مصبوبة في الشان وقت اللي خرجت راي معاك هي تو راي عاملة 600 مليون 700 مليون وهي غنية بوز زادة هي راي عاملة تو 600 مليون وهي غنية بوز بوز في الوقت هذا في الوقت هذاك ماهوش بوز ليه في الوقت هذاك عبيد تعرف معناتها بوز عبيد تتلوج عليها شكون هو هذا معناتها اي لكن فسر لهم كلمه بوز في تونس معناها خاطر كلمه بوز لا مش بالمعنى الخايب يعطيك الصحه ديما يخموا هما بوز فلوس و لا 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 وشهره لكن لا لا. بوز محتوى نتاعها القضيه نتاعها مشكلتها فاش تحكي لعبت لوج عليها لعبت التليشارجي فيها لعبت تسمع فيها لبعضها معناتها لعبت تحكي عليها الغنيه هذيك سامحني حتى كان قصيت عليك الغنيه هذيك في الوقت هذاك 2006 ديجا عامله وقت يوتيوب يعني قليل ياسر تلقى واحد عامل حتى 100,000 غنية ذيك موجودة عند إنسان في 2006 وعاملة 6 ملايين في الوقت ذيك يعني 2006 وأنا خرجت 2005 ظاهرة دوك تفهم كل شيء لكن هذيك معنانيش وما قلقنيش وما زادنيش يعني عادي يعني ما عملتها نفحة شباب نفحة شباب ليه رسالة هذيك ما هيش نفحة شباب هذيك من جراء الظلم النقمة هذيك خرجتها ها ايش كاتب في المريول عامل ولا ماكش عامل فوالا ومريول الجدد هذوما مريول الجدد هذيا كيما نقولوا احنا بروتيستا من نوع اخر ما عادش بون مازلت نغني لكن توا ولات في المريول في الكاسكاتي عرفش يواتيني ولا لا ما يجيب لي مريول يواتيك ما يجيب لك مريول وتلبسه نلبس اكيد وبتبيعه حاصل ما يستاهل خاطر ما نجمش نظلم الناس كل واضح به فريد تغني هنا هنا تغني اي غني في الغناية في قسوة تغني اي غني بتبيع غنيتي بتبيع عشان غني اي معناتها مش راب اي لا مش راب شوف حتى رابيري نجم يغني انت وقدراتك الفنية كيكا فهمتني امينيم يغني سنوب دوغ ساعات هو باستر رامز يغني باستر رامز يغني اللي اخر واحد تتصور يغني اللي اخر واحد تتصور يغني لكن يغني حياتكم ملالا والله حياتهم ملل يا اخوي ما عندها ملل ملل قلوبكم شلل ما عندها شلل ب في مخخهم خلل اه دونك لهنات يا ونتصور الحاجات هذوما بزانغريديون تاع هيت والله شوف هي جاتها كيكه ما خممتش في الهيت خممت اللي يلزمها تكون كيكه كتبتها كيكه وسجلتها كيكه وكهو شفت نجم نوافق بالغنية هذه عندي مثال حي إيه؟ وصريح انه نجم نوافق ما بين ميساج قوي ما بين غنية توصل ايه معناتها ما فماش كانه ما فماش ما نحبش يبدا فما زوز عوالم يا تعمل هكا لا 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 وما عندكش ارقام ما عندكش فيوز يا تعمل حاجة خفيفة وفيهم فيوز والدليل على ذلك إنه فما ساعات حاجة خفيفة وتجارية وما فيهاش فيوز وفما حاجات عميقة كما قسوات وفيها فيوز أنا فرحان إنه عندي المثال هذا مش أي واحد يجي يقول لي خويا أنا راني نعمل في مساج عميق لا غالب مساج عميق ما يجيبش برشا جمهور هنقول له مثال ها هو قسوات عندي شوف هو الأكثرية ديما هي الموسيقى اللي تنجح مش الكلمات خاطر موسيقتك مثلا أنت نجم يسمعك فرنساوي إنجليزي باكستاني ما يفهمش فاش تحكي فهمتني لكن هو يمشي مع الإيقاع هو اللي يعجبه الإيقاع احنا تو مثلا هنا في تونس فما برشا ناس تسمع في موسيقى إنجليزية ولا هندوية ولا فرنساوية الفايب زادك بالضبط لكن ما يفهم حتى شيء من التكست ديما اللي ينجح هو الموسيقى ما مش 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 التكست قليل ياسر ينجح التكست ينجم ينجح لك في تونس وفي شوي دول شبه العربيه هذه فهمني اللي باش ما نقولوش عربيه شنو شبه العربيه شبه العربيه ماناش عربي. كل عرب في معناتها عربيه شنو شبه العربيه فما شبه الجزيره العربيه يا خويا انا راني صريح فوقك صريح وانا وزني نبدا واقف لك على الكلمه لا انا تونسي نعاود هيك تونسي ومسلم وأتكلم العربية أجنسية
العربيه يا خويا هنا نجمو نجمو نقاش. نحكيو على القوميه غاديك. القوميه اوكي. القوميه جنسيتك اسبانيه انت بابا. اوكي. اما ثم حاجه اخرى, انا مثلا عندي جنسيه الاسبانيه ونحكي الاسباني, لكن هذاك ما يردنيش اسبانيوري. كيما نحكي بالعربي ومسلم ومولود في تونس, هذا ما يجعلنيش اني انا نكون عربي. اي هو اصلك منين اذا انت اليوم انا تونسي شمال افريقي اصلك الاصيل منين اذا اصلك اليوم تراه انه عربي من شبه الجزيره العربيه من القبائل اللي جا عربي. فما شكون تونسي واصله امازيغي, فما شكون تونسي واصله تركي. انا جدي امازيغ حسب اللي انا نعرفه. امازيغ 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 واضح. يعني مش سبه راك نقول مانيش عربي ليه, لكن نفتخر لي انا تونسي امازيغي. امازيغي ما اتكلم العربي ومسلم الحمد لله. يعني ما بتعربوا فيا علاش تعربوا فيا خاطيني بالسيف هو لكن هما يتغشوا كي تقولوا انا مش عربي يدخلوها في الدين. يعني انت خارج من المله, هذا غلط. ليه ما الاصل احنا نحكي يعني على الاصل صح. على الاصل به مازلت في جبل الاحمر تسكن ولا ليه؟ الدوله ذيك دوله ما تراش روحك تسكن في تونس خارج جبل الاحمر؟ لا ما نتصورش. علاش نتصورش؟ نرتاح كان في جبل الاحمر. ترى نرتاح كان في جبل الاحمر. تونس كلها يعني نحكيوا على الارض يا خويا بلاد محلاها مزيان. بلاد مزيانه كيما برشا كيما برشا. انت في المانيا وين تسكن؟ انا في حدود هولندا 30 كيلومتر على هولندا. منك للجو؟ مني للخضار خضار من انواع الجمال مني للخضار. الخضار من غير ما فسر. الطبيعه الجميله يا ودي. الطبيعه من فوق على جعل الاجناب. شو هي علاقتك بالخضار؟ يتكل فقط ويتشاف ويرتح الاعصاب به. اسامي عندك فيتو عليها؟ شكون فما اسامي عندك فيتو عليها؟ لا والله ما نحبش نسمي حد. ما نحبش لا معناتها فما تقول انا الانسان هذا مستحيل يجمعني معاه فيت. لا 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 فنيا لا ما نجمش نقول هكا خاطرني انا ديما شوف هو الموجودين في الساحه الكل في تونس راني نعرف منهم كعبتين بصراحه. يعني نعرف انه كعبتين بشكل شخصي بشكل شخصي. وهذا يخليني لما كيف نسالك على ناس نبدا فرحان على الاخر على خطر لما بتحكي عليهم بتحكي عليهم بشكل محايد لانك ما تعرفهمش. لانه اليوم اليوم حبيت ولا كرهت الميدان بتاعنا ولا قائم على الصحبات. معناتها اليوم يكفي انه فلان صاحبك باش يولي احسن رابور معاك. لا انا من لا وفلان ماهوش صاحبك ماهوش وليد فما شلل لا لا وميلل ونحل. لا لا بالنسبه لي انا لا لا انا ما اشوف باهي سي باهي خايب سي خايب ما نمشي خلي وجهي عند حتى حد. 2021 و2020 ولينا نحكيوا على زوج اسامي اللي هما جنجون ونوردو في المشاهدات وفي الاستماع. هل اليوم كقيمه فنيه وموسيقيه تراهم ناس يستحقوا الاهتمام بهم والا لا؟ والله شوف هما الزوز زوز كاشخاص يعجبوني كيف كي يتكلموا يعجبوني فهمتني كاشخاص. ما زلت ما قابلتهمش يعني وجه لوجه فهمت. ما نعرفش هما من بعد يعني باهين لك الدرجه هذيك ولا لا فهمتني. نحكيو في الناحيه الفنيه بصراحه زوز يخدموا في خدمه مزيانه على الاخر ويستحقوا النجاح هذاك. علاش لا؟ جنجون فما التزام في النص نتاعو ولا لا؟ حياله تحكي مع يعني كفنان يعني كفنان مش كفنان كفنان, كفنان, كفنان. اي ملتزم هو يعني عنده مساجات يعني تحسهم حاجات شخصيه نتاعو هو فهمت. ندخلوا للمجموعه الديناصورات؟ ليه هو جنجون سامحني ممكن يتغشش منها الحكايه دي. ما هو جنجون ماهوش رابير. جنجون يعمل في بوب حسب ما نعرف انا يعمل في بوب. هما دخلوه في الراب هذيك حاجه اخرى هذيك راي الجمهور فهمتني. اما جنجون حسب ما نعرف موش يعمل في راب. نوردو كيف موش يعمل في راب. بدا نوردو يعمل في راب توالي. يعني انا بصراحه ما ننصحوش خاطر صوته ما صوته يعني مزيان على الاخر. هو يعمل في موسيقى طياره على الاخر شمهز للراب. هذا راي انا نحكي لك هذا راي انا. هو من بعد ممكن يكون عنده راي اخر ومقتنع به. اما انا نحكي لك كمستمع فهمتني. انا يعجبني كما هو خاطر عنده ستيل ياسر سبيسيال في صوته في اللوك نتاعه في كلامه. تستهويك الموسيقى هذيك؟ نسمعه. فما اسم ما حكيناش عليه وهو جيجيا رابر. الجرأة
والرسالة نحسه ملتزم مع ستيل متاعه. رابر ما يحبش يخرج من وهو عنده الحق يعني. رابر 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 ما هوش قاعد يعني ماشي كما يقولوا احنا مرة نعمل في حاجة هكا مرة نعمل في حاجة. رابر شاد في ستيل متاعه وناجح في ستيل متاعه. فناني يستعملوا اللوتوتون. شوف هو لو تتون باهي اوكي. هو لو تتون باش يعني شنو هو لو تتون؟ علاش تجعل باش تصلح به طبقات فهمتني. اذا انت ما عندكش قرجومه فهمتني فما طبقات معينه يعني عاليه ولا واطيه باش تصلح بها يعني فهمت. مش لك الدرجه ان واحد يغني اوتوتون اوتوتون. انا مثلا انسان نغني عندي صوت نوردو عنده صوت يعني ما يستحقش الاوتوتون. ممكن في حاجه فهمتني لكن مش يحط يعني هذا نحكي لك على نوردو فهمتني. صوته كما هو سبيسيال طياره على الاخر على الاخر على الاخر يحط اوتوتون يفزده. اليوم رابريت يستعملوا برشا الاوتوتون. احساس يوصلك انت يحلي في سويتهم كهو ما يحلي يحلي ولا باش يصلح الاكثريه باش يحلي هو بخاطر اصلا ما ماهوش قاعد يغني فهمتني. ماهوش يزعجوك ليه ما يسعنش ليه ما عنديش تبع في جدد الصغار اللي طالعين. مش الكل والله مش الكل بصراحة. أنا راني أشوف ما كان بصراحة باش ما نكونش أنا راني ما نتبعش بصراحة في تونس. اللي جاي قدامي في الفيسبوك نبدأ نورق نسمعه فهمتني يعني. أما باش ندخل الباجات ونثبت فمشي إنسان لما لقيت قدامك قلت والله ما حليت ليه العادي عادي ها مثلا بيه ده أنت طب دخلتي باش نسمي مثلا صنفرة يعجبني فهمني عنده يعني ستيل معين يعجبني فهمت. كاسترو فهمت نحسه يعني زي كيف زي عنده ستيل معين شوي مهبول لكن مواتيه فهمتني. يلزمهم يكونوا كيكة يعني ما يشبهوش لبعضهم فهمني. يسوفي ولا يشبهوا لبعضهم ولا يعني كيفاش نقولوا احنا ماكينه قاعده تصنع في الياغورت كلهم كيف يلزمهم يكونوا ما يشبهوش لبعضهم. هذاك علاش فما ناس يعجبوني على خاطرهم ما يشبهوش لغيرهم فهمت. وهذا لازم يكون كيك الفنان عنده طابع نتاعو. انا ما يلزمنيش نشبه البلطي ولا بلطي يشبه لي ولا انا نشبه الجنجون ولا الجنجون يشبه لي. يلزم كل واحد عنده ستيلو عنده طابع نتاعو وطريقه كلامه وطريقه كتيبته وطريقه ادائه فهمت. بعد هو كل سنه حر جدد اللي طالعين صغار اللي طالعين السنة. والله يا هادي خويا ما نعرفش شيء. والله ما نعرفش ما عنديش فكرة. ماني قلت لك ما نتبعش. مش فما توتو فما توتو فما كازو فما 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 ناستيشيت كازو نعرفو اللي سميتهم لي الاخرين بصراحة ما نعرفهم مش مغير محقرانية. لا عادي وناس تعرف اللي انت عايش البرة وتخدم على روحك صراحة كازو اي نعرف ويعجبني كما ذاك زيدا عنده ستيل بتاعه سبيسيال طريقته في الراب هذاك يرابي ما يغنيش وطريقته في الراب سبيسيال متاعه وتحسه يعني حاجة متاعه هو يعني صنعها هو به. الفتات شفناك مع أرمستا ايه جاري عند هذيك ولا نحكيه على الشلال نحكيه على الشلال. لا والله لا ما عنديش أنا هذيك. لا والله ما عندي يا هادي. أنا بالعكس أنا راني ود لحوم الكل أنا ود لحوم الكل. لو كل لحوم الكل بعد ما تتززج بالأحمر. لا والله لا والله يا عمرها ما جيت في مخي هكاكا يا هادي. انا راني قلت لك ود لحوم الكل وما عنديش فرق بين هذا شنو هو رياض اللي خطر رياض جاري بتبيعه وتحومت يعني انا كي نهبط نتقابلوا في الحومه نتقابلوا في القهوه نسلموا عليه في دبي. هو تو دبي حكيت معاه ان شاء الله ربي يجيبهم سلامات نهار لحد ان شاء الله كي يوصل نتقابلوا نهار الاثنين. فيتات فما حاجات والله ما عندي حتى برنامج وما حكيت مع حتى حد واصلا كما قلت لك ما نعرفهمش. واللي هنا في تيت حسب ما نعرف انا مانيش متاكد هما بزنس يعملوا في بزنس. انا ما عنديش بزنس باش نعمله معاهم يعني. انا تو كي 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 خدمت انا ورياض ما فماش بزنس بيناتنا. فما قدر وفما صحبه فما تعرف انه اضافه راهو انت انسان باش يفيد معاك. العالم ما يحبوش الاضافه يحبوا الفلوس. اضافه ليه ما اضافه حد راني ليه خير عاد هو هما يدفعوا لك من المفروض. ليه ما انا ما حشتيش. ليه انا شو تدفع؟ شوف انا قلت لك يلزم اول حاجه هو الانسان. نعرف الانسان والانسان هذاك يعني حسيت روحي مرتاحه معاه راني نعمل معها موزيكا. انا مثلا عندي غنيتين مع بلاك تونيزين وهذا مولود في المانيا وعيش في المانيا فهمت.
بما انه قريب لي وصاحبي وصارت يعني حاجات بيناتنا محلاهم، هو اصلا ما هوش رابر وما يغنيش لكن يحب يعمل حاجات، شجع خلنا معايا في زو في غنيتين والمشكل لكنه كشخص طياره واضح. فريد بابا نشكرك برشا، الوقت تعدى في ساعه. شكرا شكرا اخويا، شكرا شكرا لكم انتم زيادة على استضافه يعيشك ويعطيك الصحه على الصراحه. مرحبا كما العاده، وان شاء الله يا ربي البلاد تتصلح. ان شاء الله يا رب. سؤال برك نحب نساله لهم انا، علاش تعملوا فيها هكا تونس؟ والله المسؤولين علاش